قدمت دار أزياء إرماس الفرنسية العريقة مجموعتها الجديدة افتراضياً نظراً للظروف الصحية التي تفرضها جائحة كورونا. مجموعة جمعت بين التكنولوجيا والرقص المعاصر والموضة في عرض واحد، إذ مزجت الأناقة بالفن التعبيري لأعراق نسائية مختلفة من حول العالم. شكل ديكور منصة العرض من الصناديق البرتقالية ممثلة ألوان دار إرماس التي تأسست في العاصمة الفرنسية عام 1837. حرصت المديرة الإبداعية للدار ناديج فانيس بولسكي على أن تجمع في هذا العرض رقصات معاصرة من ثلاث قارات مختلفة، وهي أوروبا وأمريكا وآسيا، لتواكب عرض مجموعة الأزياء للملابس النسائية الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. افتتح العرض بمجموعة من الإطلالات التي تم تنفيذها بخامة الدنام الكحلية اللون، لتليها مجموعة من الإطلالات المونوكرومية دافئة بألوان القرميدي والبني والأسود. وقد لوحظت الدقة في حياكة الأقمشة الخام والفاخرة وتحويلها إلى أزياء عصرية تجمع بين البساطة والفخامة. والجلد الراقي شكل عددا كبيرا من قطع المجموعة الشتوية، وضع عليه تارة سحابات ونقط بابولكا الصغيرة الحجم والمربعات الناعمة تارة أخرى. كما استخدمت الأحزمة الجلدية الرفيعة التي حددت الخصورة كنوع من الأكسسوارات، وواكبت الإطلالات أحذية جلدية عالية. وقد زينت بعض العارضات بعقود وقلادات وحقائب جلدية كلاسيكية. لم تتردد دار إرماس الأزياء في عرض مجموعتها الجديدة في ثلاث مدن عالمية في آن واحد، وهي باريس ونيويورك وشانغهاي الصينية، دون الأخذ بعين الاعتبار مشكلة فرق التوقيت بين شرق الكرة الأرضية وغربها. ففي كل الأحوال أغلب عروض الأزياء أصبحت اليوم تقام افتراضيا وتصور وتنتج مسبقا. ليث بزاري، العربية، باريس.